للمليحة في الخمار الأسود. تقبر قلبي متسترة، ما بدي حدا يشوفها غيري. على مهلك يا جميل. نزلني ده من دوي يا ولاد. تخفي على الاخر احسن ما ضل لك جوزة حلاق. اهلا اهلا اهلا. لك صار لي اسبوعين دايخ عم دور عليك وما كنت احسن ربطك. قلت لحالي احسن طريقه لحتى تكمش فيها الجردون تحط له دبق. وليكك علقت يا جردون بالمصيده. هلا بقى حلو الجو وصار فينا نتفاهم على رواب. وهيك وهيك القبضايات بتتفاهم يا قبضاي؟ هو الباشتان القبضاي ما بيتقاوى على النسوان والحريم. تاني باشتان القبضاي بيكون في عنده شرف. فرجيني لشوف. بعيونك ما في شرف، في ندالة وفي خسة. بس القبضاي كمان ما بيتقاوى بزلمه الكرتون. كرتون التلبي؟ عم يقول عنكم كرتون يا شباب. شوف لي هاد كرتون ولا هاد التاني كرتون. لك ايه كرتون؟ لو ما اخذتوني غدر لك لا انت ولا 50 واحد من شكلك بيعلموا علي. صحة صحة. تلي كرتون معلم علي بشرفي انك ظريف وذكي كمان، يعني على القليلة اذكى مني. يمكن انا كان خاطر على بالي يشوه لك وشك، كسر لك ايديك، بس وحياة شرفي خليت اللي مخاطر ببالي يخطر. شوفوا لا حيوان، انت اتطولت على وحده بتخصني صاحبتي، واللي بيتطاول على شي بخص ابو نبال بيدفع الثمن. هو عم يضحك ويلعب لانه ابو نبال شيخ الوادي، واذا ما بتعرف مين ابو نبال روح اسال. شو بدك تعمل؟ شو بدك تعمل؟ بدي اعملك كرتون. بوزيدا بوزيدا. يلا شباب شو بقى؟ شو بدي اسحب الكلمة من تمك سحب؟ احكي. هاي صار خامس مرة بسألك، بدك تحكي ولا شو؟ الحمد لله على سلامتك يا جحش. ولك اللي عم ضربك شو شغلت النبال معك؟ حط له الوردات عندك هالوردة. شو؟ سمعنا على عامل حادث امبارح. علي علي، يبقى عندك شر.
ليك عم تسطح قدامي مثل العجل. استاذ معلش تأجل الزيارة لبعد ما ناخذ إفادته. اعتبروني مالي موجود. بس ما بحسن امشي لحتى اطمن على غرامي. شرفي. طيب مو مشكلة. هات لشوف. احكي لنا شو القصة. احكي له. حادث السيارة. احكي لنا شو رجعنا للصفان؟ حادث السيارة. يعني كيف سيارة مسرعة بهيك حارة ما فيها ولا شارع مزفر؟ معقول تمشي بسرعة 130؟ لا تخشى شيء. هيك صار. بس الدكاترة عم يقولوا إنه رجلك مقصوصة بمنشار. ليش هسي السيارة مسنن مثل المنشار؟ طيب ورقم السيارة؟ ما لحقت شوفه بعيني لأنه كان مسرع ابن الحرام. بيجوز يكون ابن حرام بس يمكن ما انتبه. شو هالشنفة هاي؟ والله العظيم يا رجل القطاط ما بتسكن هون. القطاط؟ بقول لك لا. لك بشرفك بشرفك. مو عيب على الدولة تعمل فينا هيك. انه بيطلعونا من الحارة قد الهدوء. شو عملوا محل الحارة؟ دشا؟ قول له ساتر ترابي على اساس بدهم يحاربوا. طلعونا من الحارة لحتى يعملوا شارع؟ يعني انه الشارع ما عاد يصير الا محل حارتنا؟ يعني شو بس؟ ولك يا رجل انا والله بالجبهة حيط ما كنت قبل هدوا بهدوا الحارة بكاملها؟ مشان شو انت فهمني؟ فهمني وين البطولة؟ لك فهمني شو بقى ابو جنم على اساس انت بياع فلافل وبتفهم؟ فهمني. ابو حسام الله يستر عرضك، انا شيلني من تنهيراتك. ليش تنهيراتي؟ ليش انت ما بتفهم؟ لا اخي ما بفهم. عيب لي يا زلمة. لساتها مرتك فضحتها. ابو حسام انا مرتي فضحتني؟ لك ايش وسي؟ كان صوتها يوصل لنص الحارة. وقت تبع 6%. بس لا تزعل مني، انت لا تزعل مني، لأنه الحق عليك، المرأة بدها حدا يعبي عينها، وانت بصراحة جعجعة على الفاضي. ابو حسام انا ببيتك قطعي الخلقي. هلا ليش بتزعلوا من الحق؟ انت بشرفك لا تستحي اني ليش تزعلوا من الحق؟ هلا بالبيت مين الرجال انت ولا مرتك؟ ايه مرتك، ايه والله لو صوتك بيصل لسابع سما ما بتقنعني انه انت رجال البيت. الله يرحمك يا حسام. غدارة هالدنيا والله. الله يرحمه. كسر لي عمري. لك طول بالك عمي حسام. ما شاء الله عليك بعدك شباب. وين الشباب؟ ريتني بدي تعلم بيه هو. أنا حاطة بين إجباني وعرق أخضر كالجيش ما راح. هلا رجعنا لسيرة الجيش. وأنت بشو زعجك الجيش؟ داس على ذنبك شي؟ ولا لأنك خدمت برتبة عريف؟ الله عليك يا عمي وسام. صباح الخير. صباح النور. شو نوفل لسه نايم؟ ايه والله امبارح نام الساعة 5 الصبح. طيب ممكن تفيقي لي اياه ضروري؟ على عيني. تفضلي. اهلا وسهلا.